دكتور عماد، بالنسبة للدعم الغربي بالأسلحة المتطورة لجانب الأوكراني، روسيا تقول أنه يزيد من المعاناة بالنسبة للجانب الأوكراني. السؤال هنا، بالفعل ما قيمة هذه الأسلحة وبالتالي روسيا تستهدفها وهنا إضعاف للجيش الأوكراني؟ بداية، نحن كنا لا نعمل وقوع الحرب، وكنا سباقين كمركز أوكراني لتواصل الحوار بعقد مؤتمر صحفي في وكالة الأنباء الحكومية بداية شهر يناير، أي الشهر الأول من هذه السنة. القوات الروسية هي التي فتحت النار وأشعلت النار، وهي الآن تخشى من أن يكون هناك من كما وصفتهم من يزيد في إشعال هذه النار. والأجدر أن نوقف النار، وليس فقط نوقف من يزيد إشعالها. روسيا هي التي أشعلت النار، وأوروبا ربما لديها أهداف بالتأكيد، هي وأمريكا، إضعاف الجانب الروسي وإبعاده عن إمكانية الاقتحام أو الضرب أو الاستهداف أوروبا، وبالتالي المصلحة العليا هي إيقاف الحرب، وليس فقط إيقاف المد العسكري الذي يصل أوكرانيا للدفاع عن نفسها. لكن هناك من يبرر بأن الرئيس زيلينسكي تخلى عن المفاوضات بعد أيضا جر الجانب الأمريكي والبريطاني الرئيس زيلينسكي إلى مواصلة القتال في بلاده. كل المتابعين لجلسات المفاوضات، وخاصة التي كانت بالدعم التركي التي حققت يعني نتائج كنا نظن أنها ستتوج باتفاق سريع، نجد أن الجانب الروسي كان مصر على إملاءات وشروط، وكان يعتبر أن الجانب الأوكراني ملزم بالموافقة عليها، وفي حالة استعداده للتوقيع عليها أن الرئيس الروسي جاهز. نعم. للجلوس مع الرئيس الأوكراني، بعكس الرئيس الأوكراني الذي طيب. كان يؤكد أنه جالس للتفاوض، وأن التفاوض الأوكرانية تؤكد على أنها ختاماً معك دكتور عماد.